السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. درس النهاردة ان شاء الله هنتعلم فيه لو احنا معانا صورة عايزين نعمل لها لايت على السكين بتاعت اي شخص موجودة، وحتى لو اللايت ده مش موجودة في السورس نفسه فاحنا هنقدر نعمل لايت اصطناعي، وكمان حتة الريتاتش كده ان شاء الله تعجبكم. فعشان ما اطولش عليكم، لو انت اول مرة تشوفني انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدأ. فنخش سريعا كالعادة، وانا بقلب على فري بيك كده لقيت الحاج الجميل ده ابو وش بشوش، تحسه كده ان هو ايه يعني طالع من الحج على الفرح على طول. فخلينا ايه اخترت الصورة دي، تمام. ما طبعا اللي صور كتيرة تقدروا انتوا ايه يعني براحتكم، تمام. طيب ركزوا معايا، اول حاجة هنعملها احنا بنقص الراجل ده بين تول، تمام. فخليني اقص قص سريع كده عشان وقت الفيديو، طبعا عشان يكون الموضوع معاكم سهل، يعني في ان انتوا ايه لو حابين تغيروا الباك جراوند او حاجه. فانا كده كده مش هغير الباك جراوند، فمش ههتم بقص الشعر قوي يعني. خليني اخد دوران زي ما هي كده، تمام. الوجه بتاعته الشعر قلنا مش هنهتم بيه قوي، لاني هيكون معانا زي ما هو. معلش ممكن يكون ان انا ما قصتوش يعني وكده عشان وقت الفيديو بتاع، بس هو سريع يعني معلش. كده كده مش هياخد وقت، زي الفل. هاخد كوبي منه، تمام. اول خطوة هعملها اروح عند الكاميرا رو بالشكل اللي هيفتح معانا ده. طبعا هنا في شوية شغل، هي حاجات مش اساسية ومش هقول لك اشتغل عليها بالظبط، بس يعني على حسب ما عينك حابة، تمام. هزرق الصورة شوية بس كده، تمام. شوية كونتراست، الهايلايت، الشادو، الأبيض، البلاك، تمام. خلينا نقول أوكي، تمام. طبعا الفرق أهو زي الفل. طيب اول حاجة هعملها هقرب كده اعمل زوم على البشرة، وطبعا لو في مشاكل في البشرة زي مثلا الحبوب الصغيرة اشيلها ازاي، هجيب الاداة اللي هي دي كده وابدأ ادوس كليك كده على كل حباية مثلا انت حابب تشيلها او تخفيها او كل الكلام ده. طبعا هنا الاداة دي بتكون سهلة جدا تعالج البشرة، الناس اللي بتشتغل ريتاتش، شغل الاستوديو، كل الكلام الجميل ده. طبعا الموضوع بياخد شوية وقت لانك انت بتقعد تهتم بالتفاصيل وتطلع طبعا بافضل نتيجة لو عطيت وقتك كده وايه وما قلبتش يعني. طيب تاني خطوة هعملها ركزوا معايا، هعمل لاير جديدة، تمام كده. هروح عند ايديت فوق وهختار فيل، تمام. هختار الفيفت جراي، وبعد كده هنا الاوفرلاي، وبعد كده 100% الاوستي مفيش مشكلة، وبعد كده هدوس الاوكي. ومن هنا هخليها مثلا اوفرلاي او سوفت لايت زي ما انا عايز. طيب هو هنا انا عملت ايه؟ عملت لاير هقدر اشتغل عليه بالدوج والبرن، ولو في اي مشكله معايا هقدر اظبطها بعد كده. طب ازاي الكلام ده؟ هاجي هنا عند اداه الدوج اللي هي التفتيح، وهبدا ادوس على الفاتح، تمام. يعني كل منطقه فاتحه في وش الراجل ده انا هبدا ادوس عليها كليك كده وافتحها شويتين، والدرجات الغامقه اللي في وشه الشادو الموجود في وشه هبدا ادوس عليه بالبرن بعد كده، وهكذا يعني، تمام. فانا كده خلاص دوست على المناخير بتاعته، تمام. كمان هنا في حاجات عند الودن اهي، اهم حاجة الموضوع ما يكونش اوفر قوي عشان كل لما بتضغط عليه اكتر كل لما الدنيا بتبوظ اكتر واكتر. هنا موضوع العين ده ممكن تك عليه شوية، والابيض كمان مش قوي، تمام.
هغير هجيب البيرن وابدا بالبيرن. شايفين هنا مثلا الاسود تقيل قوي، فهبدا اقلل من هنا كده اهو، اكبر السايز عشان السيراميك عنده محتاجه شغل كتير. هبدا هنا ادوس شويه على الابيض بتاع شعر دقنه ده عشان يبدا يظهر معايا بالشكل ده. طبعا هو ده مش درس ريتاتش، هو بس انا بعرفك الدوج والبيرن بيعملوا ايه او وظيفتهم ايه او كل الكلام ده في شرح سريع يعني. ان شاء الله نعمل درس كامل عن موضوع الريتاتش ده للناس اللي بتحب شغل الريتاتشينج. تمام، طبعا شايفين الفرق كده شوية. تمام، طيب هبدأ برضو البيرن كده، هعلي شوية هنا وهبدأ أدوس على البدلة بتاعته دي، أظهر بس الشادو اللي فيها. بالشكل ده تمام. طيب هجيب الدوج وهبدأ أدوس بقى على الحاجات الصغيرة قوي اللي هي مثلا الحاجات اللي بتبقى بره بالشكل ده. هنا مثلا هنا لو انا عايز اعمل لايت كده بلون يعني، خلينا اقوله لكم كده من غير ما اقعد اتكلم يعني ايه واوجع دماغكم. تمام، انا عايز اعمل ايه مثلا لو في سبوت جاي من على اليمين كده عايز اخليه اعمل لايت. هو طبعا مش من الصح ان انا اعمله لايت اصطناعي، والافضل يكون ال السورس بتاع الصورة نفسه في لايت موجود في التصوير. تمام، لكن لو مش موجود وحابين احنا نعمل حاجة اصطناعية كده، خلينا نبدأ نشوف ممكن نعملها ازاي. هعمل ميرج كده الليلة دي كلها، او مش لازما خلاص مش مشكلة. خليني مثلا اول حاجة هعملها لاير جديدة وكنترول الت جي عشان ادخلها في قلب الراجل ده، وهبدأ اجيب مثلا البراش نفس درجة لون البشرة اللي افتح شوية بالشكل ده. ممكن اختار الكالر دوج مثلا، نشوف كده هيعمل معانا ايه. طيب هقلل اوبيستي شوية وهنبدأ ايه بالراحة كده خالص 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 خالص. اعمل لايت على الجنب ده، ماشي 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 ماشي. وهبدأ أجيب الأستيكة وأحذف اللي بره شوية 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 شوية، يا بس تفتح من هنا. تمام، والأستيكة نرجع تاني إيه أقلل الفلو بس شوية. تمام، طيب خلينا نجي نختار البليندنج اوبشنز هنا كده وندوس الت ونشد كده شوية الجزء ده. ما عملش معانا حاجة. طيب نشوف حاجة غير الكالر دودج. تمام، الاوفرلي كويس. تمام، هنا بدأ في لايت يظهر معايا على اليمين اهو، هبدأ اهو. تمام، طيب انا محتاج هنا في الجزء الشمال ده، يعني خليني عشان برضو الموضوع يبقى واضح،
الجزء الشمال عندي هنا ده، لا هعلي الاوبيسيتي معلش، والجزء ده فاتح شوية تمام، والسورس لايت او اللايت اللي انا عملته هنا الاصطناعي ده هنا على اليمين شوية، فانا محتاج اغمق شوية ما بينهم هما الاتنين تمام. فهعمل ايه؟ فهروح هنا كده وهجيب البير وهبدأ، بس مش قوي كده، هبدأ اغمق ما بينهم شوية عشان اللايت بتاعي بس يبقى ظاهر. اعلي لان كل ما بتغمق الجزء القريب من اللايت كل ما بيبان ان اللايت مش اصطناعي يعني تمام. طيب هنيجي عند اللايت اللي احنا عملناه ده، ممكن كنترول يو اهو بيبدأ يعني ايه، شايفين هنا بيبدأ يتغير معايا ازاي، فممكن اكرره عشان يبقى زيادة بس معايا شوية، أنا مش عايز يبقى زيادة أوي كده يعني، ممكن نحذف الزيادة اللي هنا دي تمام. فاحنا لو جينا بصينا كده أهو أصبح احنا عملنا لايت، هو طبعا أنا مش عايز أخليه أوفر أوي عشان هو كده كده أصلا الصورة ما فيهاش لايت، فأنا مش حابب إن يكون الموضوع معايا إيه في نوع من أنواع الفيك تمام. فأنا ممكن أعمل باك جراوند دي بقى إيه يعني، ممكن اعمل حاجة مثلا زي كده تمام. وطبعا مدام في لايت على وش الراجل فانا لازم أنا احط حاجة هنا تكون برضو يعني ايه تكون موجودة فيها لايت اصلا، فتخبط في وش الراجل فتديني الشكل ده عشان ما يبانش ان الموضوع فيك برضو. فانا ممكن اعمل هنا ايه، ممكن نكتب هنا مثلا اي حاجة ناين مثلا راجل ماشي، او احنا ممكن نجيب كلمة جاهزة مثلا، نيجي هنا كده على فري بيك برضو نشوف مثلا الاي بي سي لايت انا اشوف اي حاجة كده فيها لايت بالشكل ده مثلا او اي حاجة خلينا بس اقفل الاكونت ده ماشي، هاخد المجموعة دي أبدأ أفتحها كده أبدأ أخد منها الكلمة مثلا بتاعت كلمة مين فين ال N يا جماعة؟ أهي أدوبي إديشن فتح معلينا نعكسها الجزء التاني تمام. هعمل ميرج. طيب انا محتاج اعمل لايت يكون فاتح شوية بالشكل ده، لا اهدى بقى اهدى بقى، تمام خلينا نعمل لايت كمان في الباك جراوند مش قوي يعني طيب لا اهدى ارجع تاني لف وارجع تاني، خلينا اجيب الليفلز كده واشوف هيعمل معايا ايه ماشي ماشي، نغمق الليلة دي كلها ماشي بس كده
لا لا انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف. هنجيب البرايتنس ونشوف هيعمل معانا ايه. بس كده تمام. طيب انا هنا بقى اللايت ده هو طبعا شبه اللي موجود في الكلمة، فانا لو حابب اغير اللي موجود في الكلمة مثلا، يعني انا مثلا جيت هنا هغير مثلا اللايت بتاعي ده بأي لون مثلا انا عايزه، سواء بقى الاخضر الاصفر ايا كان، بروح هناك في نفس الموضوع. فممكن نعمل حاجة هجربها بس طب انا هقول لكم بقى على حاجة كويسة، خليني هلغي الساتوريشن اللي انا عملته ده واللايت ده خلاص احنا قلنا هنخليه طيب نرجع تمام. اوفر الايه اهو تمام، هعمل ميرج كله كده مع بعضه خلاص تمام. ركزوا معايا بقى في الخطوه الجايه دي، حاجه عند الساتوريشن هنا كده وهدوس كنترول الت جي وهعلم على علامه الصح هيديني اللون ده. هبدا هغمق كده شويه، هفتح دي شويه، هبدا ادي لها اللون اللي يكون شبه اللايت اللي خارج من الكلمه، واجي عند المربع الابيض ده وهدوس كنترول اي، وبعد كده هجيب البرش وهقلل الفلو شويه وهصغر السايز وابدا امشي على اللايت اللي على الجنب ده. فشايفين بيعمل معايا ايه؟ طبعا كان المفروض اقلل شويه تاني الفلو او الاوبيسيتي تمام، شايفين بقى، وامشي كده بالبرش بالراحه على الجزء اللي انا عملت فيه اللايت من الاول بالشكل ده. هنا بقى في زيادة قوي هشيله كده تمام، وهنبدأ نغير مثلا نشوف بقى ايه اللي ممكن يظبط معانا اكتر يعني. فممكن ده، ولو خففته شوية يبقى يعني زي الفل قوي يعني. شايفين المنظر بقى عامل ازاي؟ طبعا ممتاز، بس لو عطيت له شوية وقت يعني كلام. طبعا القص في البداية احنا مهتمناش بيه، فطبعا عامل مشاكل كتيرة جدا يعني. انا والله خطوة اللايت دي ما كانتش في الموضوع، بس قلت ايه يعني قلت نبينها مع بعض كده او نشرحها مع بعض. وطبعا اللايت اهو متاح تغيره لو انت حابب تخليه اي لون تاني مع تغيير طبعا اللايت اللي موجود في الكلمة تمام. يعني احنا ممكن نجي هنا كده ناخد نفس الدرجة بالشكل ده تمام. وممكن بعد ما هخلص خالص هعمل ميرج كل الكلام ده، بس خلينا بلاش اخر صورة عشان نشوف النتيجة في الاخر هتبقى عاملة ازاي. اروح عند الكاميرا رو الشغل كله بقى. طيب عشان اتخطى الخطوة دي هعمل سيلكت كده، وبعد كده كاميرا رو تاني، اقرب بقى كده ما بين الاتنين وابدأ بقى ايه اظبط الموضوع ده على حسب عيني. شايفين اللايت اللي في وش الراجل اللي على اليمين تحفة يعني فكرة، بس احنا لو اهتمنا بالقص شوية كانت الدنيا ظبطت اكتر يعني. انا عندي الهايلايت اصبح معايا اللايت هنا اوفر شويه، هحاول اهديه
تمام، خلينا نقول اوكي كده ونشوف النتيجة مع بعض. طيب نشوف كده يا جماعة الفرق. طبعا الموضوع في اختلاف ونتيجة كويسة وفي كام خطوة بس مش اكتر. يا رب يكون الدرس عجبكو، وان شاء الله الدرس اللي بعديه على طول لو دخلتوا عليه هيعجبكو برضو اكتر. ومستني رأيكم واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.